امبارح يمكن تم الإعلان عن الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية، وده بعد الانتهاء اللجنة المركزية من اختيار أسماء الأمهات المثاليات بناء عن قصص كفاحهم الملهمة. في الحقيقة بسنت دايما كل سنة بنحاول نسمع ونشوف الأم المثالية دي عملت إيه، بنشوف وراها قصص عاملة إزاي، بنشوف وراها أبطال في هذه القصة عاملين إزاي، ودايما بنروح للأم المثالية علشان بتدينا قصة وبتدينا أمل. خلينا نروح للأم المثالية على مستوى محافظة الجيزة، الحاجة السيدة سليمان مصطفى. أهلا بيك يا ست سيدة. أهلا بيك، إزاي حضرتك؟ إزيك يا حاجة، مبروك. الله يبارك فيك، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لنا، استقبلت إزاي الخبر وقدمت إزاي على مستوى محافظة الجيزة، على الرغم أن محافظة الجيزة بتعتبر من أكبر محافظات الجمهورية؟ الساعة 1:30 لقيت في أستاذة بتكلمني بتقول لي مبروك، أنت طلعت الفوزة معانا على الأم المثالية على محافظة الجيزة. أنا ما صدقتش نفسي. قلت لها بالتأكيد بتهرجي؟ قالت لي لا والله حقيقي فعلا يعني. طب الحمد لله. يعني وبعدها بقى العالميين وكذا جريدة كلمونا وجم عملوا حديث معايا، والحمد لله يعني نحمد ربنا من ساعتها. يعني كنت مش قادره اتحمل من الفرحه، يعني قعدت اعيط وجسمي ما كنتش متملكه من اعصابي وكده. طب احكي لنا يا حاجه سيده، انت عندك كام ابن؟ احكي لنا كده عن قصتك اكتر. ايه، انا عندي حسن واسماء وشيماء والحمد لله. الحمد لله. تعليمهم ايه؟ حسن اداب وثائق ومكتبات جامعه القاهره، واسماء اداب انجليزي، وشيماء جامعه القاهره بردك حقوق. ما شاء الله، الله اكبر عليهم. يا رب يخليك. قصتك زي ما قرينا ان حضرتك يعني اتجوزتي من راجل بسيط بيعمل حارس عقارات وتوفى. احكي لنا. أيوة. احكي لنا عن حياتك ازاي من ست كانت متزوجه من حارس عقار، النهارده ولادها في جامعات ومتخرجين من يعني مراكز، يعني اعتقد موضوع بالنسبه لنا مش قصه منطقيه في السياق ده. اعتقد ايوه. ايه اللي حصل؟ جوزي توفى 11/5/2003، كان حسن واسماء عندهم 5 سنوات، وشيماء كان عندها قريب من 2.5 سنين. اشتغلت في حارس عقار، وكنت بغسل عربيات وانضف شقق وكافحت وعلمت ولادي، وما التجأتش لحد الا ربنا، وبشكر قلوب الرحيمه اللي وقفت جنبي وساعدوني لغايه ما علمتهم ودخلوا ثانويه عامه. اسماء كانت علم علوم، وحسن كان اداب، وشيماء بردك كانت الحمد لله دخلت بردك اداب بس ما قدرتش تكمل. الحمد لله وربنا اكرمني وطلعهم. يعني حسن كان اداب جايب 92 في ثانويه عامه، واسماء كانت جايبه 94.5 في ثانويه عامه، وشيماء كانت جايبه 88 بردك في ثانويه عامه. قالوا لي ما تدخلهمش الجامعه، قلت لهم ابدا، انا كافح لغايه ما اطلعهم بالشهاده، هي شهادتهم سلاحهم في جيبهم. يعني احنا عرفنا ان حضرتك يمكن كنت كمان تعبانه، كان عندك انزلاق في الغضروف وكان عندك هشاشه عظام، بس صممتي ان انت تعلميهم ويكملوا تعليمهم. هل هم بارين بيكي بقى دلوقتي؟ مهم قوي نعرف. الحمد لله والله. الحمد لله والله، نحمد ربنا. هم كانوا الحمد لله كانوا بيساعدوكي دايما في الموضوع. يعني اعتقد ان مهنه حراسه العقار او حراسه العقار بالنسبه لست وست كبيره من المهن الصعبه، ازاي هم وانتي كنتي بتتناوبوا على حراسه المكان والامور الخاصه بسكان العماره دي من غير ما يعني تحسسوا ان حد من السكان انكم مقصرين او من غياب الاب اثر في الموضوع؟ لا الحمد لله، كنت مسيطره على كل شيء بشغلي، وما همتش ولادي ابدا، وكنت يعني الحمد لله بكافح علشان ما حدش يمسك عليا اي غلطه، وكل اللي كنت اتمناه اللي انا اوصل ولادي للدرجه اللي هم عايزينهم، وما اخليهمش حد احسن منهم. طيب. ولازم اخليهم الشهادات العاليه تبقى معاهم. ربنا يخليهم لك يا رب. ازاي قدمتي على ازاي قدمتي على الام جائزه الام المثاليه؟ انا مقدمه من 3 سنين، وكل ما اروح قالوا لسه ربنا ما رضش،
لغايه ما جم السنه دي شهر 1/2/1 قالوا لي لقيتهم بيتصلوا بيا ورحت لهم قالوا لي عايزين نقدم الورق من جديد، في اوراق جديده نجيبها وممكن ربنا يكتبها لي. انت تستاهلي الجائزه دي يا حاجه سيده يا والله رب خليك. واللي انت عملتيه ده يعني معجزه حقيقيه، انك فعلا تبقي بطولك وتقدري انك تعلمي ثلاثه من اولادك وتتحدي اي حاجه عشان خاطر يدخلوا الجامعه. يمكن واحنا بنحكي القصص دي تبان سهله، لكن طبعا مع كل يوم التحديات اللي بتقابل أكيد اي انسان طبعاً. اكيد اكيد ما كانتش سهله. احنا بنحييكي على اللي انت عملتيه، وجائزه الام المثاليه تستحقيها وبجداره، وكل سنه مش بس السنه دي. خلونا نروح يمكن لقصه تانية كمان يا مصطفى. شكرا لك يا حاجه سيده. لسه مكملين معاكم عن احتفاليه اختيار الام المثاليه والرائدات الريفيات في مصر. معانا على التليفون الحاجه زكيه صابر، احد الرائدات الريفيات واللي حصلت على المركز الاول على مستوى الجمهوريه. اكيد قصه الرائدات الريفيات ملهمه زي ما هي ملهمه برضو لقصه الامهات المثاليات. طبعا صباح الخير عليكي. النور. اهلا بحضرتك يعني حاجه زكيه، وعايزين نعرف منك الأول يعني إزاي تم اختيارك أنك تحصلي على المركز الأول على مستوى الجمهورية للرائدة الريفية؟ إحساسك إيه لما عرفتي؟ والله أنا رحت أقدم في المديرية، كل زمايلي كانوا مشجعيني ومرشحين أن أنا أروح أقدم في الأم المثالية، فكنت أنا قبل كده وما قابلتش وكده، فقالوا لي لا روحي قدمي وان شاء الله هتفوزي السنه دي، وفضلوا يشجعوني. والله انا بعد ما لبست هدومي على اني رايحه المديريه اقدم رجعت قلعت تاني اول يوم، فبرضو زمايلي شجعوني، وبفضل ابله لمياء برضو شجعتني وقالت لي لازم تقومي، قومي تعالي وقومي تعالي قدمي. فالمهم رحت قدمت الحمد لله، لقيتهم بيتصلوا عليا امبارح الساعة 1:30 كده. ايوه. فبيقولوا لي مبروك يا حبيبتي، انت فزتي بالرائدة الأولى في على جمهورية مصر العربية وأم مثالية. الصراحة ما كنتش مصدقة، يعني أنا ما كنتش مصدقة اللي بيتقال، وما كنتش مصدقة اللي بيحصل ومش مستوعبة. طب أنت صورت معانا، الجريدة جت صورت معانا. أيوة. وكل الناس بقى داركولي، كل الحبايب، والحمد لله الحمد لله بفضل. احكي لنا حكايتك يا حاجة زكية علشان تحصلي على هذا اللقب. حكايتك اللي حكيتيها ازاي ساعدتي والدك في زراعة الأرض، ازاي كنت بتعملي ايه، ازاي كنت بتربطي ما بين الزراعة والتعليم؟ اكيد في قصة وفي تفاصيل ورا الموضوع. والله حضرتك يا فندم، احنا يعني كان ابونا يعني راجل كويس وراجل يعني، فالحمد لله كنا كلنا بنساعده، يعني كلنا بنساعده انه نروح الصبح المدرسه ونيجي نساعده في الزراعه، ما فيش اي مشكله عادي. كنا نيجي نحمص الرز على السطح ونشتغل في اي شغل يطلبه مني، وبالليل نذاكر ونقوم الصبح برضه نروح المدرسه. بس انا كنت يعني كانت صحتي حلوه وكنت جامده. كنت بقدر اشتغل كل حاجه، ما كنتش اقول لا. لغايه بقى ما اتجوزت برضو كانت صحتي حلوه برضو الحمد لله. اتجوزت فكانت حياتي حلوه وهاديه، وخلفت بقى الثلاث عيال وايمان. فالمهم كنت بشوفه يعني أولادي ماشيين كده، ماشي مش زي البطة كده، مش ماشيين ماشي حلو. فالمهم خلفت واحد والتاني، احنا في الفلاحين بقى ما كانش حد يعرف تنظيم أسرة، فخلفت الثلاث أطفال المعاقين وخلفت بنتي. فابني الأولاني جه يزورنا دكتور ومعاه ابنه كان لسه متخرج جديد، دكتور صاحب جوز يعني. فالمهم قلت له اكشف على محمد يا دكتور. فقال له اقعد يا محمد، فقعد جاي يقوم قام زي الراجل الكبير العجوز مش قادر يقوم. فقال الواد ده تعبان وعنده مرض اسمه ضمور في العضلات. الصراحه ما استوعبناش، يعني كنا بنفكر ان ايه؟ يعني مرض زي اي مرض كده ضعيف، وهياخد مثلا شويه فيتامينات كده وهيبقى كويس وخلاص. فالمهم قال لنا لا، ده انتوا لازم تروحوا لدكتور اسمه احمد شمس الدين في القاهره. فما كذبناش خبر وخدنا الولا ورحنا للدكتور.
فقال ده هو عنده مرض جمود في العضلات وللأسف المرض ده ملوش علاج. الصراحة جانا من هناك الدنيا بقى سودة في وشي، كان لسه ابني بيمشي يعني، قعد شوية كده وبعدين ايه قعد. وبعدين رقم اتنين برضو نفس الحكاية، جيت ادخله سنة اولى المدرسة، انا دخلتهم الحضانة فكانوا العيال بقى بيوقعوهم ويزقوهم وكده، فقعدته من الحضانة اللي هو ابني التاني. فرقم اتنين كان جسمه حلو، كان عامل زي اللي بيلعبوا كمال الاجسام، عضلاته بارزه وكان يعني كان اجمد من اخوه شويه. فقالوا لنا وهو داخل سنه اولى ابتدائي لازم تروحي تكشفي عليه. فرحت كشفت عليه، قالوا للاسف ان هو عنده نفس فرجعت خدت الامل. ده الولد الثاني كمان؟ ده الولد الثاني. اسالك سؤالي حاجه ذكيه، هو حضرتك وجوزك قرايب؟ لا ولا من بلدنا. من بلدنا خالص. فالمهم كنت حامل في ابني الثالث. فالمهم لما احتلفته برضه يعني، بصي واحنا وانا لسه في اوضه العمليات حسيت بيه كده ان هو مش مظبوط، لان هو مش بينزل يعيط كده زي الاطفال. لغايه ما اتفاجئنا برضه ان هو عنده نفس مشكلة. اتعاملت ازاي معاهم بقى طوال السنين اللي فاتت دي؟ والله حضرتك يا فندم انا كنت الايد اللي بتسند والرجل اللي بتمشي والعين اللي بتشوف. يا الله. والله انا يعني الحمد لله، بس يا رب اكون ما قصرتش في حقهم في يوم. فالمهم والدهم طبعا ما استحملش العيال فتزوج باخرى وانفصلنا. انفصلنا وجيت جبت ولادي وجيت قعدت في بيت ابويا. قعدت في بيت ابويا سنين كتير، جوزت بنتي وقعدت سنين كتير في بيت ابويا لغايه ما ابويا. كنت بتصرفي منين يا حاجه زكيه؟ رحت قدمت بقى اشتغلت رائده ريفيه. اول ما جيت بيت ابويا قدمت في الرائده الريفيه في التضامن. كنت بقبض 39 جنيه. كان في بقال تحتنا اقول له لما اشتغلت ل 20 جنيه تقول لي اوقفي بقى كفايه كده. فما كانوش بيكفهم، بالذات ابني رقم اتنين كان عنده كره فراش لانه كان عنده عيب خلقي في القلب. مع الاعاقه بتاعته كان عنده عيب خلقي في القلب، فكان قاعد نايم قاعد صاحي قاعد، فكان عنده كره فراش. فكنت بحتاج فلوس للعلاج كتير. فاخترعت الكحك والبسكوت، كان عندنا مشروع في الشؤون الاجتماعيه، مشروع الاسر المنتجه. فدخلت فيه، فبقينا نشتغل الكحك والبسكوت والحاجات دي في المشروع ده. المشروع ده قفل، فزمايلي شجعوني وقالوا لي ايه ما تشتغل انت في البيت وتبيعي واحنا نشتري منك وهنشجعك. حلو قوي. المهم ربنا بيرزق يا حاجه زكيه. الحمد لله جبت فرن صغير وقعدت اشتغل وبنتي تساعدني وايه لغايه ايه مبني رقم اتنين توفاه الله في سن 23 سنه. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. بعدها والدي توفى. والدي توفى وطبعا ما يعني اخواتي عايزين يقسموا البيت وكده يعني. فالمهم خرجت من البيت اشتريت بيت صغير. اخدت ورثي من البيت واشتريت بيت صغير بس ما كفاش. يعني كنت واخده فلوس قليله والبيت كان ب 70,000. فالمهم فضلت اشتغل ليل نهار على اساس ان انا اسدد الفلوس اللي عليا. فلجأت للناس اللي حواليا علشان اكمل فلوس البيت. استلف من ده واستلف من ده واستلف من ده واستلف من ده لغايه ايه ما كملت البيت وبدات اشتغل طول النهار وطول الليل. يعني طول الليل اشتغل لغايه الساعه 2. وتاخدي بالك من ولادك ويعني اطلع اسهر مع عيالي لغايه الصبح الساعه 8، اقوم الساعه 8 اخد الحاجات اللي انا اشتغلتها واطلع على دمياط بيني وبينها سفر. اطلع على دمياط على المدارس ابيع حاجتي اللي انا اشتغلتها طول الليل. وارجع اصحي ابني، كان لسه واحد فاضل رقم ثلاثة، اصحي ابني وافطره واكله واعمل له كل طلباته وانزل تاني اشتغل لغايه ما اطبخ واغديه وارجع تاني في نفس الكره.
والحمد لله، الحمد لله ان انا ما احتجتش حد، الحمد لله. كل الناس بقى بتحبني في البلد لان انا ما مسيبش حد ما خدموش. يعني لو اي حد عايز يعمل معاش في اي مكان اخده اروح، في التامينات، في التضامن، اي حته اخده اروح. لو راجل مسن او ست مسنه اخدها واجيب لها توك توك واخدها عند التامينات واعمل لها احنا بنتكلم حاجتها. عن سيده بطولها مسؤولة عن ثلاث أشخاص تانيين محتاجين مساعدة طول الوقت، محتاجين حد يقف جنبهم طول الوقت، يأكل، يقوم، ينيم، يفطر، يعمل كل حاجة. أحرقتي رجالة كبار، أحرقتي رجالة واقفين في الشوارع، والله أحرقتي رجالة في سنبات يا حاجة، بياخدوا فلوس من غير ما يعملوا حاجة. يعني حضرتك النهاردة مرضتيش أنك يعني تستني مساعدة حد، أنت قمتي بعمل يمكن ستة ما يقدروش يعملوه، والله العظيم. يعني تستاهلي انك تبقي رائده الريفيه الاولى، وتستاهلي انك تبقي سيده مثاليه، نموذج عظيم يا حاجه زكيه. شرفتينا ونورتينا والله، شرفتينا ونورتينا، ونحب ان تبقي معانا كمان في حلقه في البرنامج تنورينا. بنشكرك يا استاذه حاجه زكيه محمد صابر، الرائده الريفيه الاولى على مستوى الجمهوريه، كل الشكر ليكي. يعني اقول ايه؟ يعني احنا بس بنتكلم مع حضراتكم في نماذج من الناس يبقوا واقفين في الشارع مستنيين مساعده، هم بكامل صحتهم وكامل عافيتهم، وشباب صغير في الوقت اللي فيه سيده بطولها في الريف المصري اشتغلت اكتر من شغلانه، كانت بتروح من قريه لقريه عشان خاطر تبيع شغلها، ومعها اطفال معاقين، والدها توفى ولوحدها وعملت، لا وكل شويه في تحدي. يعني والدها جوزها انفصل عنها، تمام، شالت هي الحمل، والدها توفى والبيت اتباع، تمام، اشترت هي بيت، ما فيش حاجه وقفتها. نموذج ملهم لينا كلنا في الحقيقه. الف مبروك ليكي، وكل سنه وانت طيبه، وقبل ما كل سنه كده نحتفل بالسيدات المصريات اللي هم في الحقيقه نماذج لينا كلنا، حاجه عظيمه. كان النهارده ايضا معانا على التليفون الام المثاليه الاولى على مستوى محافظه الشرقيه، سيده ميرفت احمد ابراهيم، ودي قصه كفاح ملهمه هتحكيها لنا. صباح الخير يا ست ميرفت. صباح الخير يا رجل. صباح الفل. صباح الفل على حضرتك يا حاجه ميرفت. صباح الفل على حضرتك. صباح النور على حضرتك. صباح الفل. يعني احكي لنا كده ازاي تم اختيار حضرتك الام المثاليه على مستوى محافظه الشرقيه، وايه الدور اللي قمتي بيه عشان توصلي للمركز ده؟ احنا الحمد لله، الحمد لله، امبارح الساعه 1:30 بلغوني ان انا طلعت الام المثاليه على محافظه الشرقيه. الحمد لله طبعا فرحت، والحمد لله طبعا انا ست ارمله من سنه 95 92 اي ربنا رزقني بثلاث اولاد، وكنت متجوزه وانا صغيره لسه بعد اولى ثانوي، كملت تعليمي طبعا متجوزه. المرحوم رحمه الله كان تعبان، عنده مرض الكبد لمده 8 سنين او 7 سنين. ربنا رزقني بثلاث اولاد، محمد ويحيى واحمد. الدكتور محمد دكتور بكليه اللغه العربيه بالزقازيق ما شاء الله. الدكتور يحيى معاه ماجستير، حصل على ماجستير من اداب المنصوره ما شاء الله، جامعه اداب المنصوره. واحمد بكالوريوس تربيه رياضيه ومعاه سنتين تمهيد الماجستير ما شاء الله. ما شاء الله. باباهم متوفى وهم لسه في رابعه ابتدائي، خمسه ابتدائي، رايحين سنه سته. اثنين الكبار، والصغير كان لسه يعني 4 سنين. علمتيهم ازاي؟ عملتي ايه علشان توصلي للمرحله دي النهارده؟ الحمد لله طبعا باباهم متوفى وهم صغار طبعا، فبدات معايا المرحله. اتوفى وكان عندي دين، يعني بنيه وصبه، وكان عليا قروض حوالي 20,000 جنيه في الزمن اللي فات. والمعاش كان صغير طبعا، فبدات اسد المعاش حوالي 15 سنه بعد ما توفى المعاش يروح للقرض. بدات مع اولادي ان انا اذاكر مع اولادي، كملت تعليمي، خدت بكالوريوس كفايه انتاجيه بعد وفاته، وبدات اذاكر مع اولادي ويذاكروا معايا واذاكر لهم. وبدات انني بالنسبه للتعليم الحمد لله وصلوا للمناصب اللي هم فيها، التعليم اللي هم فيه. الظروف كانت صعبه بالنسبه لي، الشغل والاولاد والوظيفه والتعليم. اشتغلتي ايه يا حاج؟ نعم، اشتغلتي ايه؟ انا شغاله بالنسبه لاولادي، انا كنت توظفت سنه ما توفى. كويس. سنه ما توفى توظفت بالدبلوم. بعديها حصلت على بكالوريوس كفايه انتاجيه وسويت.
قعدت 15 سنه بعد ما توفى اسد الدين اللي عليا. كان عليا قروض 20,000 جنيه غير اللي بقيت استلفه من الناس في ظروف عياه وظروف حاجه زي كده. انت جوز حضرتك بعد 3 سنين من جواز عمل عمليه بعدها على طول في الكلى. عمل عمليه وفراح جاي له الكبد، بقى مرض الكبد. قعدت 6 سنين تعبان بالكبد. قعدت انت بعدها بقى تربي طيور ومواشي صح؟ لا قعدت اربي طيور والحمد لله، الحمد لله على الطيور على الدخل من وظيفتي. وساعدت مع اولادي الحمد لله وربيتهم وجوزتهم دلوقتي الاثنين الكبار لسه الصغير. واللهم لك الحمد كله من فضل الله سبحانه وتعالى. الرحله الطويله دي من ساعه ما توفى الزوج رحمه الله عليه لغايه لما خدتي جائزه الام المثاليه، رحلة رحلة صعبة. بالظبط صعبة. أيوة. لا 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 صعبة طب. من كل الاتجاهات. ازاي كانت صعبة يا حاجة زكية؟ ازاي؟ اولا طبعا بالنسبة للأولاد التربية صعبة. طبعا بالنسبة للتعليم كان، بالنسبة للظروف مش كانت متاحة ان انا. طب انت ولادك التلات ولاد دكتور محمد ودكتور يحيى واستاذ احمد كانوا قادرين ان هم يفهموا الدور اللي انت يمكن بتقومي بيه، ولا كان يعني شباب او اولاد لسه صغيرين مش فاهمين قوي؟ لا الحمد لله ربنا، يعني الحمد لله ربنا كرمني فيهم الحمد لله. ساعدوكي في اي حاجة وهم بيكبروا؟ لا هم كانوا في الاعدادية والثانوي كانوا يطلعوا يشتغلوا برضه ويساعدوني. كانوا بيطلعوا الدكتور محمد وكان يحيى يطلعوا يشتغلوا ساعدوني برضو الحمد لله ما نكرش فضل رب عليا والحمد لله. يعني هم دلوقتي اللهم لك الحمد والشكر يا رب. احكي لنا عن اصعب الحاجات اللي حصلت في الرحله تاني. اصعب شيء طبعا فتره تعيا الزوج. وطبعا توفى مني طفل وهو لسه عنده 3 شهور. لا اله الا الله. وطبعا بالنسبه لمرحله المرحله اللي بعد الوفاه كانت صعبه عليا جدا جدا جدا. من كذا اتجاه، الصبر على الابتلاء والصبر على المصاريف في البيت والتعليم والشغل اللي انا فيه، يعني من كذا اتجاه، ونظره المجتمع والناس اللي فيه، يعني اللي كان بيحبك واللي كان بيخاف عليكي واللي كان طبعا، يعني الحمد لله الحمد لله. مفهوم مفهوم مفهوم. الحمد لله. وهم دلوقتي معايا متجوزين معايا والحمد لله. ربنا يخليهم لك. طيب انت فضلتي يعني تدرجتي في المناصب لغايه ما اصبحتي مديره خدمه المواطنين باداره تعليميه، احكي لنا وصلتي لده ازاي واحساسك كان ايه لما بعد التعب ده كله وصلتي لحاجه يعني ربنا يعني طبطب عليكي فيها وقال لك اهو يعني. انا اتجوزت وانا في بعد اولى ثانوي. كملت السنتين وانا متجوزه. بعد ما توفى بقى بدات قدمت في كليه. الكليه بدات اذاكر لاولادي واذاكر معاهم وكده. خدت بكالوريوس كفايه انتاجيه. تعينت سنه ما توفى بالدبلوم فسويت بمعهد كفايه انتاجيه. وانا دلوقتي شغاله مديره اداره خدمه مواطنين شكاوى باداره الحصانيه التعليميه ومركز الحصانيه. ما شاء الله. يعني مرتب الحكومه كان بيكفيكي ولا كنت بتعملي حاجات تانية علشان تعرفي تصرفي عليهم؟ لا الحمد لله كان طبعا المعاش قعدت 15 سنه اسد في الكارد. ايوه تمام. بعد كده لما اولادي ابني حصل على الكليه والماجستير فطبعا واحد اتعين والثاني قال لا انا هسافر، سحبت له كارد ثاني حوالي 15,000 جنيه ولا كده علشان الف وسافر عشان هو يساعد معايا برضو. والحمد لله طبعا بالنسبه للمصاريف اللي كانت تخصني انا طبعا المرتب كان ضعيف، يعني ايه 200 جنيه يعملوا ايه للطلبه الاولاد وتعليم ودروس والوقت اللي انا فيه. كنت بتعملي ايه؟ كنت بربي ساعات طيور. بربي طيور في البيت واساعد برضو وابيعها والحمد لله الحمد لله. من كذا اتجاه يعني. بتمشي الدنيا بتمشي. الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة الشرقية السيدة ميرفت أحمد إبراهيم، ألف مبروك ليكي وتستاهلي تكوني طبعا نموذج يحتذى به لكل السيدات. خلونا نتكلم كمان عن يمكن نموذج آخر من السيدات الملهمات، ومعنا السيدة عيوشة سليمان، ودي بطلة من نوع خاص ربت إخواتها بعد وفاة الأب وكانت ليهم نعمة السند، وكمان وصلت رحلتها مع بناتها منى وإيمان، وكان في رحلتها تحديات كتيرة قوي منها أنها كمان فقدت البصر ولكن ما فقدتش العزيمة. خلونا نرحب بعيوشة الأم المثالية من ذوي الهمم. صباح الخير عليكي يا حاجة عيوشة، أهلا بيكي وألف ألف مبروك.
صباح الفل عليكي، انت منين يا حاج عيوش؟ صباح الخير عليكم. بتكلمينا منين كده؟ من البيت. من بورسعيد. من بورسعيد. ايوه يعني من بورسعيد. انا بحب بورسعيد جدا واهل بورسعيد. اجمل ناس. اللي جميله، انت العسل. يا رب يخليك. عملتي ايه؟ المشوار طويل من ساعه الحاجات اللي حصلت لغايه النهارده ما تتكرمي بلقب الام المثاليه، اعتقد المشوار طويل جدا وكان فيه تحديات كبيره جدا. ايوه احكي لنا ايه اللي حصل. احكي لنا. دلوقتي بعد ما ابويا توفى انا ربيت اخواتي انا وامي. ربيت اخواتي واشتغلت في المصنع وانا سني صغير. معاك كملي. وصلتهم لاعلى المناصب والله. طب حاجة عيوشة، انت سمعنا قصة كده، يعني عايزين نعرف عملتي فيها ايه انك تطوعتي في الهلال الاحمر وقت الحرب، ده حقيقي؟ اه انا كنت متبضعة في الهلال، وكنت ايام الحرب، وكنت اروح المستشفى اساعد. اه ده في العدوان الثلاثي 56 ولا في النكسة 67؟ اه في النكسة. في النكسة. تمام. واتجوزتي امتى ورحلتك بعد الجواز كلمينا عنها؟ ده انا اتجوزت بعد 30 سنة. ما كنتش عايزة اتجوز الا لما اخواتي يقفوا على رجليهم. طب احكي لنا عن منى وايمان بقى، بيعملوا ايه دلوقتي؟ حلوين اهم زي العسل. اكيد متأكدين. ايمان وايمان زي العسل اهم. ربنا يخليهم. مدرسة. ده انت منقياهم على الوزن يا حاجه، مهندسه ومدرسه وكده. طب انت لما عرفتي ان انت حاجه عيوشه الام المثاليه حسيتي بايه؟ حسيتي بايه بقى لما عرفتي كده؟ حسيت بفرحه جامده. ما كنتش مصدقه والله. طب انت الاول اللي وقف معانا. انت في حد من بناتك جنبك، منى او ايمان؟ اه اديها لنا. مين بقى، منى ولا ايمان؟ ادينا ايمان. صباح الخير يا استاذ مصطفى. صباح الفل عليك. صباح الخير عليك يا احنا إيمان. عايزين نسمع القصه بتاعت ماما عشان هي مش عارفه تحكي لنا، قولي لنا بقى ماما عملت ماما ايه. ماما جميله وبسيطه. واضح والله. هي يعني بتقول الكلام كده اللي في قلبها بيطلع على لسانها على طول. ايوه. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. احكي لنا يا ايمان، يعني هي وانا مبسوطه وفرحانه ان الحمد لله ربنا اكرمنا واكرم ماما، وان شاء الله هتتكرم في عيد الام السنه دي. ودي حاجه بسيطه احنا كان نفسنا نعملها لها علشان هي تستحق وتستاهل كل خير والله. تستحق اكتر من كده كمان. قولي لنا بقى، هي كانت بتعمل مشغولات بايديها عشان تدعم اسرتكم، يعني عملت ايه كمان؟ ماما ساعدت علينا، كانت بتشتغل في مصنع شمسو بتاع تعبئه الشاي، ولما بدانا احنا نكبر ودخلنا في مرحله المراهقه بدات كمان تشتغل في المشغولات اليدويه عشان تساعد على المعاش اللي كانت بتاخده. ودخلت في الاطر المنتجه تفصيل وتطريز وشغل مفروشات، لغايه ما حبيبتي بدات عينيها تضعف وفقدت بصرها. حصل امتى بقى فقد البصر ده، لما كان عندها كام سنه؟ كانت حوالي 50 52 سنه. صغيره ما كانتش كبيره. وكملت ازاي في الشغل وقدرت ازاي انها تصرف وتطلع بنتين ما شاء الله، واحده مهندسه واحده مدرسه؟ دي حبيبي ربنا يبارك في عمرك. الحمد لله، هو طبعا كل حاجه بتوفيق ربنا وتسهيل ربنا. هو ربنا اللي بيربي وهو اللي بيساعد الام، خاصه لما بتبقى هي لوحدها في البيت. ربنا بيعينها وبيقويها وبيديها الصحه والعافيه وبيكرمها، والحمد لله ربنا اكرمها ورضاها في اخر مشوار حياتها. الحمد لله ربنا يديها الصحه والعافيه. يا رب. ما تعيطيش. هي بتعيط ليه؟ كل ما حديت من امبارح وهي عماله تعيط. ايه يا حاجه؟ ايه يا حاجه؟ احنا بنحتفل بيكي، احنا بنفرح. انا عارفه، انا من الفرحه الدموع بتنزل لوحدها. لا حول الله يا رب. من الفرحه الدموع بتنزل. انت تستاهلي كل خير. والله ربنا يخليكم. احنا عايزين نعرف بس قصتك ازاي عملتي علشان ندي دروس للناس، ما وصلناش لمعلومه يعني. انا اشتغلت في المصنع وانا صغيره خالص. ايوه. وبقيت اساعد. وساعدت اخواتك صح؟ عبد الناصر كرم العمال وخلاهم اليوميه بربع جنيه، بقت فرحانه.
كل اسبوع اخد القبض واديه لامي عشان تصرف. وبعدين؟ وبعدين بقى اما المصنع اتعينت بقى في المصنع وبقيت مبسوطه. واما حسن خفف المصانع ادونا مكافأة واحنا طالعين. اي. ادونا 20,000. تمام. تصرف على دروس العيال والكليات. الحمد لله. الحمد لله. يعني انت طلعت لنا بنتين يعني زي الفل يشرفوا بلد والله، يعني ربنا يخليهم لك يا رب. منى وايمان كل شكر ليكي. السيده عيوشه حسن سليمان الام المثاليه الاولى من ذوي الهمم يعني اللي شرفتنا في المكالمه دي، وبنتمنى ان كل سنه كده نحتفل بيكي لانه فعلا فعلا نماذج ملهمه. صحيح. يعني في ناس يمكن ما بتعرفش تعبر عن القصص اللي حصلت او محطات حياتها، لكن واضح ان في قصه كبيره جدا، يعني ازاي فقدت البصر وازاي ربت بنتين وما شاء الله واضح ان هم متعلمين كويس، حاجات كتير. نموذج تاني ملهم، ام مثاليه كرمت او ستكرم بانها الام المثاليه الاولى على مستوى جمهوريه مصر العربيه في التمكين الاقتصادي. يعني ايه الام المثاليه الاولى في التمكين الاقتصادي؟ ده السؤال اللي هنساله للسيدة مريم شاؤول جورجوريوس من مركز ديشنا بمحافظة قنا. أتمنى أن أنا أكون قلتها كويس صح جرجريوس. يعني ولا أنا غلطان؟ لا مش غلطان ولا حاجة. صباح الخير الأول. صباح الفل عليك. صباح الخير على حضرتك. أخباركم تمام؟ ألف ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني حابين نعرف الأول كده يعني إزاي قدرتي توصلي للقب الأم المثالية في التمكين الاقتصادي؟ يعني احنا حابين نفهم الموضوع ده. احنا عارفين ان الست المصرية احسن واحدة تدبر مصاريف البيت، مفيش احسن منها. انت بقى عملتي ايه؟ الله ينور عليك. انا كنت رافضة من الاول، كنت رافضة ان انا ادخل في حكاية الأم المثالية دي من الاول. عايزين لان انا يعني لحد دلوقتي حاسة ان انا ما عملتش حاجة مع اولادي برضو. طب احكي لنا قصتك احنا نقرر، يعني احنا حاسين كده ان تستاهلي واكتر. تعيشي. قصتي ابتدت من 98 بعد جوزي ما توفى، يعني كان تعبان الاول وجا في 2006 توفى وانا شغاله على مكنة خياطة. تمام. وبعدين؟ اشتغل مكنة خياطة لحد ما كملت لاولادي التعليم. بيتر واخد كلية هندسة. ما شاء الله. مهندس. ما شاء الله. ومارينا دكتورة بيطرية، دكتورة بيطرية. الله اكبر. والحمد لله وقفت معاهم لحد ما كملت لهم تعليم بالخياطه بالمكنه. الست المصريه بتعمل المعجزات. عملتي ايه طول الفتره دي وانت لوحدك بطولك علشان تصرفي على دكتوره ومهندس؟ باراده ربنا، اراده ربنا. الشغل كان متواصل على طول الحمد لله. وعندي مواشي الحمد لله، كنت برضه مراعياها وزارع. هو ساب لي الارض، يعني انا ما بعتش منها ولا اي حاجه، سبتها لحد دلوقتي معاهم، خليتها يعني ما قربتش عليها خالص. كويس. هو الحمد لله. طب يعني حضرتك عملتي مشروع حياتك اللي هو تجيبي مكنه خياطه وجبتي المكنه دي بالتقسيط، اتعلمتي اصلا على مكنه الخياطه ازاي؟ دي صعبه جدا. لا ده انا متعلمه الخياطه من قبل ما اتجوز. يعني انت اصلا بتحبي الشغلانه دي؟ الشغل انا بحب شغله المكنه. بتعملي عبايات بقى وكده ولا بتعملي عبايات وحاجات حلوه كده للست الرفيات. طب عملتي ايه؟ يعني هل ده ساعدك مثلا الشغلانه ساعدتك ان انت تقدري تصرفي على مارينا وبيتر؟ عملتي ايه؟ لا طبعا هي المكنه هي اللي ساعدت معي اكتر في الشغل. فعلا. والنهاردة دكتورة بيطرية ومهندس. يعني حاجة عظيمة. حاجة بصراحة. عظيمة طبعا. هم ساعدوكي ولا هم كانوا متفرغين للتعليم؟ يعني هم كانوا بيدوا معاك؟ متفرغين للتعليم طبعا. انت كنت شايلة كل حاجة لوحدك؟ كل حاجة لوحدي. ومش عايزة تخشي الأم المثالية؟ ده كلام. ده كلام برضه. صدقني الجيران هم اللي قدموا. اه
طب الجيران والاهل هم اللي قدموني في الام المثاليه من السنه اللي فاتت، واتكرمت طيب. عند المحافظ في قنا، والسنه دي جت كده وحدي من عند ربنا. لا انت تستاهلي كل خير. الست المصريه لما تبقى قادره ان هي تشتغل وما تعتمدش على حد انه يساعدها، او انه يلا انا حاطه ايدي على خدي الدوله بقى هتعملي ايه ولا هتساعدني ازاي، جبتي مكنه خياطه وقصتيها عشان تقدري تصرفي على اولادك وتعلميهم، مش بس علمتيهم، ما شاء الله مارينا دكتوره واستاذ بيتر مهندس قد الدنيا. انت تستاهلي جائزه الام المثاليه لكل سنه مش السنه دي بس يا استاذه مريم. يعني الف شكر ليكي استاذه مريم جرجريوس، الام المثاليه الاولى في التمكين الاقتصادي، والف الف مبروك وتستاهليها بجداره. واضح ان عندنا قصص كتير هتبهرنا.